نتيجه التحصل على البي تي اس. كانتنا الفرصه للاعلان الرسمي على افتتاح دوره فيفري لسنه 2024 اللي نتمنى من المتربسات والمتربسين يعني يواصلوا التكوين تاعهم والانتهاء من التكوين في ظروف ملائمه. من ناحيه الارقام راح يدخلوا اكثر من 6700 متربص جديد، اضافه الى 9400 متربص اللي يزاولون الدراسه تاعهم على مدى يعني على مستوى المؤسسات التكوينيه. اذا جديد التكوين هو مساعدي الصحه الحيوانيه، كذلك بالنسبه للتقني سامي في بما يسمى بالقولبه عن طريق لاسير، كذلك بالنسبه للدخول هذا هو امضاء عده اتفاقيات شراكه مع العديد من الشركاء انتوعنا.